نحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم وبعد. أقول للغافل والمتكاسل عن الصلاة: يا ولدي يا ابنتي، ماذا تنتظر؟ الله عز وجل ما طلب منك أن تصلي له 24 ساعة، طلب منك كل عدة ساعات تعيد شحن البطارية. أنت كل كم ساعة تشحن الموبايل، تضع المصدر في مصدر الكهرباء هذا السلك أو الواير عشان لكي تأخذ شاحن، لكي يرتفع الفولت وترتفع القيمة الشاحنة في هذا المحمول حتى تواصل استخدامه. قلبك هو هذا المحمول، يجب أن يشحن كل عدة ساعات، تصلي الصبح ثم ينخفض قيمة بطارية الإيمان فتعيد شحنها في صلاة الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، فكيف تتكاسل عما يوصلك بالله عز وجل؟ الصلاة أنت تقف بين يدي الله ليغفر لك ما قد سلف وتجدد إيمانك وتتواصل مع الله عز وجل. الإنسان بلا صلاة إنسان ريشة في مهب الريح. لا تلجأ إلى الله ساعة الضرورة فقط، لا، إلجأ إلى الله في الرخاء وفي الشدة، إلجأ إلى الله في الصحة والمرض، إلجأ إلى الله في الشبيبة والكبر، في كل الحالات أنت لا تستغني عن الصلاة لله سبحانه وتعالى. وآخر ما قال صلى الله عليه وسلم: ما بيننا وبينكم إلا الصلاة. هذا عهد بيننا وبين الله عز وجل، وعهد بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأول ما يسأل العبد يوم القيامة يسأل عن صلاته، فإن وجدت كاملة قبلت وسائر عمله، وإن وجدت ناقصة ردت وسائر عمله.